اندماج ذوي الإعاقة وإدماجهم بالمجتمع والعمل على بنائهم، بنائهم على الصعيد الإنساني وبنائهم على صعيد التربوة والتعليم وبقية الملفات حتى الملف الاقتصادي أو السياسي. نعم. بدينا نشرح خطوة خطوة باتجاه بناء ذوي الإعاقة، بينما نشعر هنالك، وليس نشعر بل القاسي والداني يقول ان هناك قصور واضح وكبير من قبل الجهات المختصة بالبلد فعلا باتجاه قضية ذوي الإعاقة. فأخذنا على عاتقنا كشباب كمتمكنين كأصحاب أفكار انه احنا نبني نفسنا خلاص، يعني هم كحكومة ما لها علاقة بالموضوع. نعم. واحنا انضمينا المشكلة لهذا الميثاق بال 2013، انضمينا لهذا الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة. القانون عندنا بالعراق اسمه قانون 38 سنة 2013، الشرع من قبل البرلمان. فلأن الآن أصبحنا نتحرك بحرية مطلقة بينما هو القانون موجود. عملنا على كتابة ورقة اقتصادية لذوي الإعاقة تكون ورقة اقتصادية محكمة من أجل إدماج أفراد ذوي الإعاقة بسوق العمل. كتبنا أيضا ورقة سياسية، والآن نشرع بكتابة ورقة سياسية، ما كان لحد لكن نشرع. ذهبنا للملف الأكثر حساسية والأكثر خطورة والأكثر أهمية، ألا هو بناء الإنسان من ذوي الإعاقة. هنالك قصور واضح أيضا حتى من قبل عوائلهم، يعني عوائل ذوي الإعاقة هنالك قصور واضح وكبير جدا باتجاه بناء أبنائهم. على صعيد الأتيكيت مثل ما تفضلتي، بروتوكول الأتيكيت، التنمية البشرية، غيرها. شرعت عبر الجوجل ميت منذ فتره تقريبا، منذ شهرين ولا حد نعم. سجلت عذرا للمقاطعه، لكن انت اللي تسوي لهم محاضرات؟ لا لا لا، هنالك مدربين ومدربات من ذوي الاختصاص. هم من يعطون المحاضرات والورش. انا الاكثر عليه ضمن اختصاصي، ضمن اللي اقدر عليه انطي يعني.